عبد الواحد، رغم وجود يمكن اللاعب عمار عبد الجليل لاعب اتصور الى مستقبل كبير، لاعب جيد من اللاعبين الشباب، لكن الطلبه بمباراه مقوله عبر الاقمار الصناعيه، وحتى لو لم يكن هناك حضورا للجماهير، لكن انا اشاطرك الفكره كابتن مهدي بانه ملعب الشعب له رهبه خاصه عندما يلعب اللاعب امام هكذا نجوم يمثلون خيره لاعبي منتخبنا الوطني. كابتن كريم، يعني بخروج الشرطه متفوقا بهدف واحد مقابل لا شيء حدود، يعطي اريحيه للاعبين، يعطي مساحه تفكير كبيره محمد يوسف بزج. اداء مريح لفريق الشرطه، دي سوزا، اوه كره لكن تروح حلوه، هذه حلوه من كايون دي سوزا، يلعب كره الى مروان حسين، ومروان كرة تعلو العارضة بقليل، حلوة لمروان وحلوة دي سوزا، دخول قد يشكل منعطف في هجوم فريق الشرطة، هو لاعب جيد حقيقة لكن عنده هدف واحد. شوف تخلص اللاعب البرازيلي ولعب كرة حلوة إلى مروان، لكن كرة تعلت العارضة بقليل برغم يعني كان هنالك مراقبة من حسين عد. كايون يلعب كرة إلى عمار، عمار أمامية، ضرغام 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 ضرغام، ويضيع كرة، شوف كرة ما كانت في تسلل، وتضيع كرة لا تصدق ولا تعقل للاعب مروان حسين. هو حقيقة واحد من يعني اللقطات الجميلة والنادرة والتي يعني لا تحتسب، بالتأكيد لا تحسب على مروان كلاعب هداف، لكن شوف الهدف أمامه، وضرغام لعب له كرة على طبق من ذهب وقال له سجل، بس مجرد اعكس الكرة، لكن مروان يضيع فرصة ثمينة كانت أمامه للتساوي مع حسين عبد الواحد في صدارة هدافي الدوري. مروان كرة ملعوبة، الشرطة في طريقة لزيادة.